اللهم ارزقهم بالذرية الصالحة وادعوا لهم بالتوفيق. اللهم امين. الله يحييك يا شيخ وجزاك عنا الف خير ان شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير وادعوا لهم بالتوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. اقول يا ابو عبد الله، وش رايك الحين بالنسبه للحفل؟ والله انت ابوها وسمها. اقول يا عبد الله وش رايك؟ والله يا خالي لو انه نخلي الحفل يا عندنا في البيت يا عندكم انتم في البيت، ولا له داعي لهالتكاليف كلها. انا من جهتي ما عندي مانع، بس عارف امها وخواتها وعد واغلط، يبون حفل ويبون طقطقه مثل خواتها، ولا احنا مفارقين عنهم. معناته العلم عندك يعني فيها فرح على بركة الله. يلا على بركة الله. أجل يا عبد الله تروح القصر الأفراح وتتفق معه، ولو إن الحقيقة أمها وخواتها ودهم بقصر خسارة الأفراح. إيه بس يا خالي في قصور جميلة وأقل سعر غير هذا. أنا عارف وأنا خالك، حنا رجال لنا رأي، بس نكتشف في النهاية إن الرأي لهم للحريم وينفذونه، والنفذة معهم. كل خواتها متزوجين بنفس القصر. أجل ترى يوم الفرح نبيه يوم الخميس ليلة الجمعة، عشان تعرف ربعنا وجماعتنا مرتبطين في أعمال خارج الرياض، ويوم الخميس فرصة إنهم يحضرون العرس كلهم. أنا بالنسبة لي الحقيقة ما عندي مانع، ما عندي مانع بأي يوم، بس خواتها وإخوانها يقولون ودهم بيوم الأربعاء. ليش يوم الأربعاء؟ يوم الأربعاء يوم الثلاثة ما يصير في أحد، فيصير عندهم يوم يمديهم يجهزون اللي يبونه ويجهزون أنفسهم. يا أبو حمد كل ما نقول لك شيء تقولهم ودهم، إن شاء الله عمره ما فضل قصر. وبعدين هذا قصر جاهز ما عليهم إلا يجيبون ثيابهم. والأربعاء الناس توها طالعة من أعمالها، وصبح الخميس كل عنده عمل، وبعدين في ناس خارج مدينة الرياض. لا 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 يا أبو حمد، هالمرة تقواهم وتخلونه يوم الخميس. ما يه المهم بس عبد الله تطمر القصر خسارتي وتتفق معهم. ها اتفق معهم 6 صبابين للرجال، ها، و6 صبابين للحريم، وخل واحدة سابعة هذه مسؤولة عن التنظيم. وترى القصر يبي يرتب الذبائح، بيقول لك عندنا 10 ذبائح، لا تخاف خليه 10 ذبائح، قلنا خلا 25 ذبيحة، السلطة والفاكهة هذه عليهم. ها وبالنسبة للطقاقات اللي موجودة عندهم، ترى عندهم طقاقة طيبة هذه يعرفونها، وش اسمها، لا إله إلا الله، هذه أم العروس، فلتة عروس أمطار، اكتبها عندك هذه فلتة العروس أمطار. اتفق معهم قطوعة، من بغى يرقص مضبوط. سمط الأمر، بس عطني اسم الطقاقة هذه وشو؟ فلتة العروس أمطار. طيب كم قلت لي تبون عدد الصبابين والصبابات هذولي؟ كم قلنا؟ اصبر، هالحين البطاقات طبعها علينا ولا عليكم؟ ولا معزبة والبنيات عارفاتنا الصيغة والموضوع؟ الخميس، قفا، أنا أسف كله محجوز. أنا قاعد أقول من الصبح طال عمرك. علي بالغيب يا أخوي. طيب هذا الخميس 16 طال عمرك، شوف الخميس 23. 23. والله للأسف كله محجوز. طيب أقرب فرصة متى؟ أقرب فرصة بعد شهرين. طيب نحاول نغيرون القصر. يلا السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام. يا هلا وسهلا. يلا انت حييه. يطول لي عمرك ويبقيك. سلمك. استدعى خال. بسم الله عليك. اقعد.
صايل صايل علي ذا الظهر، صايل علي ذا الظهر مره. لا واركب اركب وانا خالك معاه تقواني اركب. شلون الوالد؟ شلون الوالد؟ عساه بخير ان شاء الله. الوالد الحمد لله بخير وعافيه، طول لي عمرك. لا ما شاء الله الوالد ما يخاف عليه، الوالد الوالد نشيط نشيط ملحيل ما شاء الله عليه. خبرك الوالد زروع ها، واللي ما له في الفلاحه مثلي ركبه تبدا ترقل اذا كبر. طول عمرك يا خال. الحقيقه يا خال للاسف انا القصر لقيته محجوز. محجوز محجوز ولا ما ودك؟ لا والله طال عمرك الا والله محجوز. لو اقول يعني لو نشوف قصر ثاني غيره. والله وانا خالك ما ادري، بس كل البنات ترى اعرسوا فيه وما ادري يعني. بس طال عمرك هذا محجوز لمده شهرين، معناه ان الزواج يتاجل لمده شهرين. لا اجل تدري، خلنا اقوم اشاورها بشوف نوره وش عندها. اي والله اي والله طال عمرك، خلنا نشوف وش رايها وناخذ رايها. اي تسلم. انا واثق ان نوره تبي توافق اكيد، على الاقل اشوفها هي مثل الصوره ولا لا بالضبط. حتى لو نغير القصر ولا ناخذ واحد في نفس المستوى، حنا متسلفين متسلفين صح ولا لا؟ يقولون بعد اذا اكلت بصير في كل بصل. اكيد بتكون نوره محروجه مني بشكل، اول مره تشوفني. بس لو هالشايب يوافق اني اشوفها. اقوم ايدي اقوم ايدي. اقعد اقعد طالع اقعد. اقعد يا كفر ونينك يا خالي. الظهر 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 الظهر. وين نوره طال عمرك؟ وش تبي بنوره؟ قلنا نشاورها. ايه لا انا شاورتها وشاورتهم وكلهم الحقيقة مصرين على القصر، يقولون حتى لو تأجل الزواج ما هي مشكلة. يعني ناخذ القصر حتى لو تأجل الزواج؟ هذا رأيهم الحبيب، هذا رأيهم. أنا خلاص وش نقول لهم؟ إيه 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 ذكرتني، ترى أعطوني هذه، يقولون ترى هذه نفس الدعوات حقاتهم، يبون من نفس الدعوات والكتابة والخطوط وكلش. إيه إيه ترى في بيت شعر هنا يقولون نبيكم تغيرونه، يبون قالوا لي بيت الشعر لا اله الا الله وشو لا ايه يقولون بحضوركم يتم لنا الفرح والسرور والله يحييكم على قل الكلام، يعني بيت بيت قالوهم بيت قالوه. أقول خالي نورة موجودة؟ إيه موجودة، وين تبي تروح؟ طيب يعني لو تسمح، يعني لو تسمح أشوفها وأتحدث معها علشان نكسر حدة اللقاء الأول. جعله ما ينكسر ما ينكسر أبد إن شاء الله. يا رجال لاحقين 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 على كل شيء، لاحقين على كل شيء، ولا خالف بس أقول الله 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 الله, الله بالدعوات اللي معك، ولا لاحقين هالأمور هذه كلها لاحقين عليها. طيب طال عمرك استاذن انا. حياك الله. يلا انت حي الشاهي الشاهي، ما تبي نقهويك شاهي؟ ها سم ما تبي نقهوي شاهي الشاهي يا نوره. اذا بغيت تروح راح ما هي مشكله، راح وانا اخوك وانا اخوك وانا ابوك وانا خالك، راح شوف اشغالك شوف امورك رتب امورك، خل عنك الشواهي بس وخل عنك. ما نبي شاهي ما نبي شاهي. كم كم جزاك الله خير، راح راح شوف امورك جعلها ان شاء الله متيسره. عبد الله
آه خير، وش عندك؟ أبدا يا خالي، حبيت أستشيرك بخصوص البطاقات. الحقيقة لقيت نوعية لا بأس بها بس تختلف شوي وأقل سعر طال عمرك. طيب خلنا نشوف وش عندهم. يا ريت لو تشوف نورة إذا أقدر أخذ رأيها وأكلمها طال عمرك. إيه لا لحظة شوي. أقول يقولون ترى ما عندهم مانع أبد إذا صارت تشبهها ولا حولها ما في مانع. طيب خالي نورة عندك؟ لا نورة الحقيقة عند أمها تخبر عندهم ضيوف. زين خير طال عمرك، مع السلامة. مع السلامة وسلم لي على الوالد. يا والله عندك شايب بلشة وعلة، أنا وين طحت على أبو مثل ذل؟ أمحق خاء يا ربي ليت إنه ما هو. يلا جبتها ثلاثة. طيب أي واحد ألبس؟ تشاورني، اختر واحد ولبسه وبس، وبعدين أصلا كلها ليلة وتعدي. طيب يلا تفضل معي. تفضل. لا أبد الله يسلمك ما بشي، تعرف أهلي ومشاويرهم ما يقطعها ولا المنشار. يلا طول عمرك. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. كاثرين وينك يا خال؟ ما ادري كل ما شفتني قمت اتون. وش اسوي من البرد من البرد؟ طيب اقعد. لا بقعد مكانك. ردوا على التليفون. ايران تحيي، والله هذه ساعة مباركة. الله يبارك فيك. حق العهد وانا خالك، تراك الحين انت اصبحت انسان مختلف، وانت داخل على مرحله جديده وحياه جديده، ها؟ وترى هذه يبي لها مرجله، ها؟ ويبي لها الرجال يكون عصامي، ها؟ وترى احنا شارينك، والنعم فيك. بس انا وانا خالك اقول لك ان الحياه الحين اللي انت بتصير فيها لازم واحد يعتمد على نفسه، ولازم يشق طريقه بنفسه، ها؟ شوف انا عندك وانا خالك وش كنت وش صرت. الشايخ انا اجيب الشايخ. لا يا رجال اقعد عمك طال عمرك. يا رجال اقعد اركبك. لا ما يضر. يا رب لا تجيب الشايخ. اسمع ضمنيتي وشو مع الشايخ. عنك لا احس اني اشوى، احس اني تشاويت. اقول احنا ايش كنا نتكلم فيه؟ ايه اقول لك ترى الاتفاق ترى هذا شرط اساسي للزواج، وانا خالك فهمت علي؟ فهذا الواحد اذا دخل هالمرحله تسلم. اذا دخل هالمرحله هذه لازم فيها مشاكل. الحياة الزوجية ما تجي باردة مبردة وانا خالق، لابد يصير في مشاكل، لابد يصير في هموم. بس الرجل هو اللي يضبط هالمسألة. اذا جتك المرأة المفروض انك تتفاهم معها، المفروض انك تاخذ بخاطرها، ها؟ مو بكل يوم والثاني مزعلها وجاية شايلة شنطها وبروح بيت اهلي وما بيت اهلي. ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز. المفروض انك شوف وش المشاكل وتناقشوا مشاكلكم وتحلونها بهدوء. وبعدين يا اخي لازم تتنازل، يا اخي ما تركب راسك، لازم تتنازل يا انسانه، يا اخي امراه. خالي انا وش سويت انا الحين؟ انا ما قلت شيء طال لي عمرك، عارف انها مره وان شاء الله بتكون بعيوني. انت قمت تهاوش وانا ما بعد صار شيء،
ارسل اقول اطلي عمرك لو تكرمت يعني واعتبره طلب مني. ما هي زوجتي، خليني اشوفها واكلمها طال عمرك. يا رجال وش يقولون عن الناس؟ خالي اي ناس؟ ذبحتمونا كل ما قلنا شيء قلتوا الناس الناس. خالي انا هذه زوجتي ملكت عليها. ملكت عليها ما اختلفنا، بس ما دخلت عليها. خالي اي دخلت، الله يطول لي عمرك. تزوجت عليها، ملكت يعني زوجتي، ودي اشوفها بكلمها. خالي شف شف عاد، ترى حنا ما تعودنا ان بناتنا يشوفن رجالهن الا بليله العرس. بعدين ترى بيني وبينك ما نبي حس الناس. اي ناس يا خال، الله يطول لي عمرك. الناس يعرفونني انا عندك في البيت وبس، ما يدرون هو انا جالس معها ولا جالس معك. اقول قول الله يصلح، ما تترك عنك ذا الخرطة فاضي. شف عندك، شف عندك، هذه أربعة من خواته، لا إله إلا الله، كلهم متزوجين بنفس الطريقة اللي أنت تزوجت فيها، موفقين بحياتهم. عندك واحدة من خواتها، واحدة من خواتها موجهة، تعرف شلون موجهة؟ موجهة، وعندها أربعة عيال، وموفقة بزواجها من إبراهيم الله يرحمه ويغفر له. ما دام أنت مقتنع كلمها. وبعدين يا أخي، هذا أنت كاتب كتابك أصلاً عليها، يعني هذه زوجتك، والباقي ترى مجرد يعني شكليات. يا أحمد أنا داري وعارف، بس أبوها هالشايب ذا علة مطاول. عجزت يا أخي، والمشكلة أنا كل هدفي إني أكلمها، أبي أتعرف عليها، تعرفني على الأقل، أكسر حدة اللقاء أول يوم زواج. يعني أدخل عليها لا أعرفها ولا تعرفني. فوق 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 فوق. هنا؟ ايه عطنا تليفون، عطنا تليفون. قول الو نورة؟ نورة عبد الله؟ ها؟ ايش عندك؟ هلا خالي، ابدا قلت بستشيرك، نحط الصدور الحال ونحط الجنوب الحال. لا لا، الصدور كبوها والكرعان حطوها. ها متصل علي ثاني اليوم تقول لي نحط الصدور والجنوب؟ انا اسف يا خال، بس قلت احتمال القى نوره ولا. لا لا لا، نايمين كلهم نايمين. زين، مع السلامه. حط السماعه. من هو يا بابا؟ من هو؟ خلك بس بتهميزك. يلا انا بمشي. اسرع رجال. المهم اشوفك على خير، تصبح على خير. انت مال الخير، حياك الله. يلا انت حييه. اي والله الساعة مباركة. اقول اشوف جياتك كافرة، شو القصة؟ لا طال عمرك، انا معي عينه من البطاقات وجبت لك تشوفها طال عمرك. جبتوا البطاقات؟ اي لا 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 لا، شيء طيب، ما شاء الله ما شاء الله، والله انها زينه. ها اي ما شاء الله ما شاء الله. افا يا اخوي، نسيتوا فقره ما كتبتوها. وش طال عمرك؟ ها هذه ما احنا قلنا تكتبون الرجاء عدم استحابة الأطفال. هذه خالي اعترض عليها الوالد، وبعدين يا خال الناس وين يودون عيالهم ويجدعونهم؟ إيه لا 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 لا، هذه الحقيقة معك حق. توجعك ركبك خالي؟ اي والله بالحيل. شيل يدك شوي. كده كويس؟ أقول خالي، أنا حقيقة ودي أشاورك في موضوع، بس خجلان منك طال عمرك. إيه. يعني تعرف أنا بديت في فرش البيت وفي تأثيثه، وتعرف أنه اختيار ألوان الستائر وألوان الفرش، حسيت أنه يعني أنبني ضميري إذا كان في إمكانية، إذا إمكانية النورة تروح معي وتختار الفرش بنفسها، يعني حتى لو رحت معي الأم ولا رحت معي أنت ما هي مشكلة. لا 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 لا، ما لا داعي أبدا ما لا داعي. وبعدين وأنا خالك، ما
اللي تبيه انت نوره ترى ما هي بتخالف، خذ اللي تبي، تنق على كيفك. لا نوره بنتي لا ما هي بتخالف ابد 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 ابد، اللي تشوفه انت تنق كل شيء، ونوره ما 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 عندها مشكله ابد. ولا تدري تدري اطلع انا وياك، اطلع انا وياك، انا عارف عارف نوره وش تبي. نوره عندها احترابات لا 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 نوره نوره بنتي عرفنا عرفنا زين. يلا يبا يلا يبا. ايش ترى انا بطلع مع عبد الله. ها ربي وش الخال، انا وين انا طحت على خال مثل اللزق العلة يا رب. حياك الله، الله يسلمك ويبارك فيك. هلا 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 هلا، الله يبارك فيك ويسلمك. تسلم، الله تحييهم، الله تحييهم، هلا مرحبا، الله يبارك فيك ويسلمك. حياك حياكم، تفضلوا تفضلوا، الله تحييهم، الله تحييهم، هلا هلا مرحبا، الله تحييهم. الجماعة تراهم وصلوا، وصلوا ما شاء الله، القهوة والدخول والدخول. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيك، الله يبارك فيك ويسلمك. حياك حياك، يلا تحييه. يا عسى هاليوم دايم يا هنا ويا هنا، يا هنا ويا هنا، يا هنا ويا هنا. هلا 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 ومرحبا، هلا هلا البركه، يلا تحييه. هلا مرحبا، هلا والله، شلونك؟ الله يحييك، يلا تحييهم، هلا ومرحبا، الله يبارك فيك ويسلمك، يلا تحييهم، هلا ومرحبا. عطونا عطونا الكوا كوا وطخوم، يلا تحييهم. اهلا اهلا، شهرين ما شفناك ومورد. الحقيقة فعلا أهنيك، أهنيك إنك تزوجت بهالسن. طلقت؟ إلى الآن أنا ما استوعبتك. التقارير المبدئية اللي سويناها واللي عملناها تفيد منطقة ألف هي المنطقة المفروض نبدأ منها. طب ليش منطقة ألف مي منطقة سين؟ الكثافة السكانية لها دور مهم في الموضوع. لو فكرنا بمنطقة سين كنوعية وألغينا مسألة الكم السكاني في ألف، هل درست النقطة هذه في تقريرك؟ لا تنسى أن نوعية البضاعة أحيانا تجبرك على المكان، ومنطقة ألف هي المنطقة المناسبة للتسويق. إذن أقدر أقول لنا مبروك؟ مبروك. شبل اللمبة تعز وبهذه اللي تجي بالأفلام مسكها. ها لا لا تركها تركها. أرزاق، العالم سيروات عند المحلات وحنا قاعدين ولا زبون. أرزاق، على الأقل زبون واحد. يا جماعة واحد بس لو مجاملة. يا أخوان عند فاتحين محل، محل كويس. كم صار لنا فاتحين هالمحل؟ صار لنا فاتحين 3 شهور. كم دخلنا؟ أرزاق يا رجال، أرزاق أرزاق، هذا 3 أشهر دخلنا يمكن 9,000 ريال. يعني إيجار المحل في شهرين. حنا على فكرة المحل هذا كم أخذناه؟ أخذناه 50,000 إيجار،
80,000 بضاعة. احنا كم حسبنا دخلنا الشهري في دراسة المشروع؟ احنا لازم ندخل 50,000 علشان يصفانا 15,000 انا وياك ربح. 50,000؟ وحنا 3 أشهر ومدخلين 9,000؟ آخ، لا بارك الله باللي شار علينا هالشورة. محل أرزاق، لا تستعجل رزقك، هذه التجارة يبي لها تعب وجلد، وبعدين خذ فلوس لين تمل بالحيل. أشوف مخابينا ما شاء الله مترسة فلوس. بصراحة بصراحة ترى كله منك، اسمح لي. قاعد لي كله تقول لي منطقة ألف كلها كثافة سكانية وقاعد تتفلفس علي. أقولك فيها منطقة سين تقول لي 001 مستانس. هذا اللي صار، هذا اللي يعجبك، هذا اللي صار. اسمع يا أخي، مثل ما أنت مسؤول أنا مسؤول، ولا أنا قلنا حط على بعض، حط علي وحط عليك. خلنا نشوف نخرج من هالمصيبة اللي حنا فيها. بصراحة 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 أنا محل الأزاق هذا غير مقتنع فيه بتاتا البتة. بعدين يا أخي ما يخالف نخسر لنا 60,000 ولا تطير 200,000 كلها يا أخي. روح أنت لحق عمرنا ونفتح لنا. ثواني لحظة شوي، خلينا نشوف هذا. افتح لنا شوف لنا محل ثاني. أيوة مرحبا، محل أرزاق مرحبا معاك. أيوة خليك معي الخط يا أخي. زي ما قلت لك 60,000 في 60 داهية، 200,000 نروح تلاحق عمره وشوف لنا أي مشروع ثاني غير مشروع الأرزاق هذا. فكر في المشروع المات. ألو مرحبا، أهلا وسهلا، مين معايا؟ يا أخوي إحنا عزلنا الله يسلمك، سكرنا في أمان الله. حياك الله. اتفقنا؟ شيكت على المحل الثاني اللي جنبنا طلع مخيس، يعني محل تعيس. فبطلع للسيارة 10 دقائق وبعدين انت تطلع شيك على المحل. اقول ترى ما حاسنا لكثر طلعاتك للسيارة، خلنا نشوف المحل ونشيك عليه مع بعض. لذلك تطلع سيارة ما تطلع سيارة، خطط كذي فاشلة كلها. المحل ناجح وزين زبائنها، خلنا نشيك جنب بس. Thank you. Thank you. Thank you. Good evening to you, sir. Hello. Hello. Good evening. Yes, sir. Excuse me. Yes, sir. Two coffee, please. What kind of coffee, sir? Turkish coffee. Turkish coffee, sir. Yes. Medium. Medium for you, sir. Medium. And about this? Little sugar. Little sugar. Yeah. Two gâteau. You got this, sir? Yes. And one croissant. One croissant. Little. Yes, sir. Yes. Leave it, please. Leave it, please. Thank you. Your order will be in what, sir? Thank you. Thank you. Mahal. Mahal. حد خل عينك بس، مواد غذائية أرزاق محل. لا لا، شيك شيك محل مفروض عليه حقيقة. بس صدري إنه نسبة نجاح كل محل تعتمد على الديكور. Excuse me, sir. Your Turkish coffee, sir. Thank you. بسرعة بسرعة، أهم مميزات أيضا مميزات اللي ما أنت تطلب يجيك الطلب. Excuse me, sir. Yes, yes, please. Yes, please. Thank you. You're welcome, sir. Good year. Shayak, Shayak, Shayak. Thank you. Thank you. Magabo. La man dakhil, man dakhil. Thank you. Thank you. Thank you. مثل ما قلت لك، نسبة نجاح كل محل تعتمد على الديكور. 70% من الشغل هنا كله ديكور. لا لا، وبعدين مش أي ديكور، مش أي ديكور بس. شوف حتى التفصيل، التفصيل اللي عنده لبس. هذا ما هو أذان هذا؟ إلا والله أذان شوية. ما عاد تطالب جاتو.
يصور هذه بدون ايدي. اسمع خليه يروح. يس يس بليز يس بليز. Special get the for you, sir. Thank you. You're welcome, sir. Thank you. So we had it too. وراك وراك وراك. عطى صورة عطى صورة عشان نشوف ازاي حقه. خليه يجي قدامي. Excuse me. Excuse me. Okay. Can I picture? Picture you. Picture you. Okay. Smile. Smile. Do do do. Do do do. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أبغى 10 حبات جاتو مشكل لو سمحت. 10 حبات جاتو مشكل. روبرت 10 حبات جاتو مشكل. الحقيقة قهوتك طيبة طيبة جدا والجاتو أطيب. هذا من ذوقك. لا لا بالفعل أنا صار يمكن أكثر من 5 سنوات. 5 سنوات وأنا ألف محلات الرياض أبداً ما قد ذقت قهوة بهالنكهة هذه. هذا من ذوقك. لا بجد أنا كيف قهوة على فكرة. سلام سلام. ما أدري إذا ما خاني تعبيري في هل قهوة هذه برازيلية؟ لا يا عزيزي هالقهوة أرجنتينية أساساً هي مطلوبة خصيصاً لنا. عفواً تتكلمون عن القهوة اللي تسوونها عندكم في المحل؟ إي نعم. غريبة والله. أنا أعرف شباب كانوا يشربون عندكم القهوة اللي أنتم تسوونها ما مدحوها بصراحة. لا يمكن أن يكون التقصير منه، بعد يكون من محل ثاني، في محل يشبه محلنا بالضبط، محل تعيس. ممكن لو سمحت أشتري منك كيلو من هالقهوة الطيبة هذه للاستعمال الشخصي؟ كما أتمنى ولكن للأسف ما أقدر. طيب ممكن تقول لي كيف تسوونها يعني وش الطريقة؟ الحقيقة هذا شيء يميزنا وهذه من خصوصياتنا الخاصة جدا. وهذا اللي يميزنا عن السوق. يعني خلطة سرية. نعم نعم. لا بهذه الحقيقة معك حق. نعم. عموما أرجو أنه أنت تحجز لي الطاولة هذه بشكل دائم. أنا حكون زبون يومي على فكرة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. عيوننا لك. تسلم تسلم. كلنا لك. تسلم. حسابك يا حبيب. 20 ريال. 20 ريال. تفضل هذه 100 ريال. تفضل. تفضل. هذا حقيقة للمحل. كثر من امثالك. اهلا وسهلا فيك. تسلم. يعطيك العافية. الله يعافيك. بعدين لك لحظة. تفضل. كم حسابك؟ 30 ريال.
احجز لك طاوله في المحل. لا مشكور شكرا. شكرا مع السلامه. بشر. وش ابشر؟ 30 ريال. وبعدين يا اخي، وبعدين يا اخي، احنا كم صار لنا فاتحين محل؟ حدود 3 شهور الى شهرين. ما يصير يا اخي، ما يصير يا اخي 3 شهور الى شهرين. طب وش تبيني اسوي انا؟ ما انا اللي قاعد اطبخ واشتغل ودخت. شهرين شهرين مدخلين فيها 10,000. احنا كم حاسبين يصير دخلنا الشهري عشان المحل يغطي مصروفه؟ كم؟ لا يقل عن 25,000. شلون 25,000 وحنا الى الان ما دخلنا الا 10,000 ريال؟ هذا غير خسارتنا اللي يمكن اكثر من 60 أو 65,000، غير الديكور، غير اجار المحل اللي يقصر الظهر يا اخي. خاب، بس وش تبينا اسوي؟ شلون وش اسوي؟ مشروع مواد غذائيه وقلنا ما يخالف لان احنا ما درسناه، لكن هالكافتيريا ما خلبينا زاويه الا دارسينها، حتى صور صورناها، لكن من جرف لدحديره. محل ارزاق وفتحناه علما ما هي بشغلتنا. ديكور وركبنا وسوينا، سيارات فخمه جبناها وحطيناها عند المحل، بس ما جانا احد. انا ودي اعرف وش السبب. انا مثلك ما ادري ليش كل ما طقيناها طلعت عوجه. بس تدري وش السبب؟ وش الموقع؟ يا اخي الموقع ما انا احلى منه. كل يوم سيارات الشباب ور ور عند الموقع، ما في ولا واحد دخل علينا، دور غير الموقع بس. يا ابن الحلال احنا اصلا من الاساس وش اللي فاهمنا بالكافي شاب وما الكافي شاب وتركش كافي وكروس واسواه ما ادري وش ربعنا ما يلعبون السوالف. يا ابن الحلال اتركك من هالمشاريع هذه. شف انا عندي لك مشروع خطير. وشو؟ اكلات مجديه. يا رجال حنا ما فلحنا بالقهوه نقعد نطبخ. يا ابن الحلال اترك الموضوع علي هذا، انت الان عندك خدامه تعرف تطبخ وانا عندي خدامه تعرف تطبخ. 4 قدور تجيب خدامتكم البيت وحنا انا 4 قدور اجيب خدامتنا من البيت. المساله ببساطه، نجيبهن ناخذهن ونخلي بس نفتح المحل وما غير ان نحمي ونعطي للزباين، نحمي ونعطي للزباين، وخذ فلوس يا ابو الشباب. والله تتكلم ساعة تروح تتركني. ايش رايك؟ ايش رايك يا 001؟ ايوه خياط جبتها. اسمع انا بلف اخذ لي جولة وتطلع بده. ايوه تنكر لا حد يشوفك. دراسة عندك اليوم خلص بعد ساعة تطلع لي على طول وتجيني البيت فورا. بس انت ملاحظ ان في خياطين؟ كأنك كلام فاضي. خياطين ما خياطين تفكر على طول. روح أقول ما كان خويك هذا اللي جاء ياخذ بروفه على الثوب ما كنا تأخر. ايش ثوبه؟ عطى وقت. وش هذا؟ ثوب. ذا ثوب يا مسلم، خاف ربك. لا الحقيقة هذا احتمال ان المقاسات اللي احنا سويناها صار فيها خلط لكن ان شاء الله احنا بالثوب الجاي ان شاء الله هنسوي لك ثوب ان شاء الله. اقول ما في ثوب ثاني. اشوف قروشي. ها؟ اشوف قروشي. ان شاء الله. طب حق قماش. اقول اشوف قروشي. اشوف ان شاء الله. Thank you.
يلا يا ابن الحلال جاي من المقصات. مقصات كويسه خدم بس نقبلهم بعد. حطيت اللوحه يلا. الموضوع وراه احد مو معقوله. ثالث مشروع ونفشل. تتوقع وراه احد يعني مثل ابو صالح؟ ما استبعد ابد. طيب هالحين وش السواد؟ لقيته. محل فواز. فواز محل فوال وخباز جنب بعض. وشف كب كبة فلوس. هي بس لا تنسى ان ميزانيتنا بعد ما نقبل محل الخياطة ما هي بواصلة ولا 40,000. يا 40,000 بعد 200,000 وصلنا 40,000. بسم الله. الله 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 الله. شو الخبز الجميل هذا؟ الله الله الله. ها؟ يطول لي عمرك. خبز جميل حقيقة. لا فولك تمام. سلمت. تصدق إن فولك أحسن من المعلم اللي علمك؟ هذا وضع طبيعي. ليش؟ لأنه أنت تبغى تفتح محل. صح. لازم يكون مميز. نعم. أنت الآن فاتح وين؟ فيه فاتح في العلية. أي. عشان يكون محلك متميز لازم اللي في العريجة يجي، لازم اللي في الشميس يجي، عشان كذا لازم تكون متميز في السوق. وهذا سبب اسم المحل قوي. بس أنا اقترح إن حنا نفتحنا فروع في الرياض، كذا فرع، كذا منطقة. شو رأيك؟ لا أنا ماني معك. الرياض لا مش مشكلة. أها. الرياض إحنا مرتبين أمورنا. نفتح إحنا في مناطق المملكة كلها. كل المملكة. كل المملكة. شبكة كاملة. أها. أنت عندك مكة. أيوة. جدة، الطائف. الدمام. الشمال كله. حلو. أنا عموماً أرشحك أنك أنت تمسك المنطقة الغربية كلها. وأنت تولى المنطقة الشرقية. نعم. شوف كم الزبائن اللي عندنا ما شاء الله كثير. نعم. على الأساس لازم محتاجين فروع. ونفس السيستم. الخلطة السرية حقت الفول تكون في كل أنحاء المملكة نفس طريقة النظام. أنا ودي أعرف الخلطة السرية وش هي. عذراً ما أقدر أقول لك. ما يخالف. شريكي أوكي بس ما أقدر أقول لك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي خدمة؟ هذه أوراقنا طال عمرك. الحقيقة طال عمرك الله يرحم والدينا ووالديك إذا في إمكانية تلقى لنا وظيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. في الموعد بالضبط. نعم بالضبط. المدير العام موجود؟ والله للأسف حتى أنا لسه ما بعد، لكن انظر شوي ان شاء الله وفي الطريق. يلا التوفيق. بسم الله. السلام عليكم. السلام. هذه خليها معك هذه شوي. هذا من هو هذا؟ هذا مهندس محمد. المهندس محمد. نعم. اهلا وسهلا فيك يا مهندس محمد. اهلا وسهلا فيك طال عمرك. كيف حالك؟ يا مرحبتين. اهلا وسهلا. استقبل المكالمات ولا تحول لي. ها ان شاء الله. انا في اجتماع مع المهندس محمد. الف سلامة. اهلا وسهلا. تفضل تفضل المهندس محمد. اهلا وسهلا فيك. فمن وجهة نظري طال عمرك انه زراعة القمح غير مجدي اقتصاديا وخاصة بعد تحديد كميات القمح وكذلك الشعير. الأعلاف أنا أتوقع أن بتنزل أسعار الأعلاف لأن غالبية المزارعين بيتجهوا لزراعة الأعلاف، علما كذلك أن الأعلاف قد تنقص من منسوب المياه الجوفية الموجود في باطن الأرض. والله يا مهندس محمد الحقيقة شيء مفرح.
شيء مفرح انه الانسان يلتقي بشاب واعي ومثقف زيك. وانا اقولك يا بصدق شديد يا مهندس محمد، اكون صادق معاك، انا من النوع اللي افرح كثير جدا لما التقي بشباب بنفس العينة اللي انت فيها، وهذا يدل دليل واضح وتام انه الحمد لله البلد الان اصبح في كوادر مؤهلة وطنية تبشر بالخير ان شاء الله، وشيء يسر جدا جدا جدا. وانت صكيت علينا يا مهندس محمد. طال عمرك الحقيقة اللي انا قاعد اقوله هو الواقع. ما ادري يا مهندس محمد، بحكم ال شو اسمه الثقافة اللي عندك والاشياء الطيبة هذه اللي عندك، ترى ما هو الحل في الاشياء هذه اللي قلتها هذه الطيبة؟ الحقيقة أنا جايك في الطريق لو تكرمت. تفضل. بحسبة بسيطة طال عمرك، لو حسبنا الحديد الموجود في مشاريعك، لو وجدنا أطنان وأطنان من الحديد، سواء كانت مكائن أو طرمبات أو أجهزة رش أو حصادات. تفضل مهندس محمد. إي، أو غيره من هال المعدات. لو استغلينا حسب طاقة الشهادات الممنوحة من الصوامع لزراعة القمح، نعم، وكذلك الشعير، بيتبقى عندك لا يقل عن 50% من مساحات أجهزتك غير مستغلة. هال 50% لو استغليناها على 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 أكمل وجه، يعني استفدنا منها في مشاريع معينة، أولا نستفيد كعائد مادي، عائد مادي، اثنين نخدم مصلحة البلد. من فضلك لما المدير يفضى بلغني. حاضر. اسلم يا مهندس محمد. انا قلت طال عمرك لو احنا استوردنا قطيع من الشياه من استراليا من الصين، عفوا لو من الارجنتين، انا رحت لهذه الارجنتين، بلد والله انها طيبه. انا معك طال عمرك، بس الارجنتين بيكلفنا الراس واصل حدود 85 دولار لبعد المسافه، لكن من استراليا او الصين بنكون في بحر ال 50 دولار طال عمرك. مهندس محمد، كم تتوقع يوصل راس الخروف بعد تغذيته والكلام هذا كله؟ وصلنا للنقطة الرئيسية، بيع ما نبيعها. ايش نسوي فيها؟ ناكلها؟ الحقيقة يا مهندس محمد، إذا اجتمعت الثقافة مع خفة الطمي يطلع بشيء رائع الحقيقة. لا طال عمرك، نهجنها. نهجنها كيف؟ إيه نعم طال عمرك، بيع ما نبيعها. اولا مواصفاتها النوعيه من القطعان اولا ما تصلح للبيع بحكم الروس صغار وفنس واذنابها تدود، يعني واصله الارض تقريبا. لا 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 الاشياء هذه فكنا منها، ما هي طيبه ابدا ابدا ابدا. انا معك طال عمرك، انا واصلك بالحديث. اللي اقصده ان هالنوعيه من القطعان تحمل مواصفات جيده جدا، اولا مقاومتها للامراض، اثنين استهلاكها للعلاف قليل جدا، ثلاثه طيب لحمها في فتره صغرها، اربعه نسبه النفوق فيها قليله جدا. مهندس محمد، يعني لو تخش لي في الموضوع عشان اكون معك في الصوره، يعني لا كنت طولت طال عمرك. لا بالعكس بالعكس، كلامك رائع وشيق، بس والحقيقه الموضوع استواني جدا. تفضل. انا قلت طال عمرك لو استوردنا 4000 راس اناث وتم تهجينها مع ذكور نجديه، خرفان نجديه، يعني حدود 30 20 راس نجدي يكون منتقى ذو مواصفات جيده، بيطلع عندنا جيل اول. الجيل الاول صح بيطلع رويسه صغير وفينس وذنبه شوي تدوده، بس بيرتفع. الجيل الثاني كذلك يا طويل العمر. عفوا مهندس محمد، تفضل. صحة طال عمرك. الجيل الثاني يا طويل العمر، الجيل الثاني بنحصل على جيل من أروع ما يمكن، يعني نجدي كله ملح. الأمهات اللي كانت عندنا الأولى نستفيد من شحمها، نستفيد من الأصوات، نستفيد بها بأي شيء كعائد مادي بسيط. إضافة إلى المشروع الأجهزة الرش الموجودة عندك نستغلها استغلال جيد، شيء نزرع ذرة، شيء نزرع أعلاف للقطيع الموجود عندنا طال عمرك. حقيقة أهنيك يا 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 مهندس محمد، شيء رائع، وفكرة رائعة جدا، أنه ما تخرج إلا من واحد رائع أيضا. الموضوع هذا جميل جدا. يعني تخيل مثلا الخروف بعد ما يوصل هنا نبيعه ب 186 دولار وهو واصل لنا 85 دولار، موضوع شيق. وأهنيك وأرجع وأقول لك أنت أستاذ كبير،
ومشروع زي هذا مو مشروع سهل. فأنا أبغى منك لو تكرمت بعد إذنك يعني إنه الكلام كله اللي قلته أنت تقوله للمستشارين الآن يجون نعمل إجتماع، كل الكلام اللي قلته تقول لهم بعد إذنك. أنا أتمنى طال عمرك، وخصوصا إنه إحنا يا طويل العمر يعني بيصير واصل للمربع التكلفة لا تقل يعني حدود 180,000 دولار، يعني 675,000 ريال بس. فمتى الاجتماع إن شاء الله؟ الاجتماع الآن، الآن الاجتماع. يا إبراهيم اعمل لي اجتماع فورا الله يخليك في مكتبي. شكرا. مهندس محمد تتفضل معي لو سمحت. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلوا تفضلوا. الحقيقة أجدها فرصة طيبة أنه أقدم لكم المهندس محمد. مهندس محمد تخصصه زراعة، وهو طاقة من الطاقات الوطنية المؤهلة حقيقة. عنده فكرة مشروع زراعي طيب طيب جدا كلمني عنه، والحقيقة أنا حبيت أني أجمعكم الآن على أساس المهندس محمد يحدثكم عن المشروع هذا، وودي أن أخذ رأيكم فيه. تفضل مهندس محمد. الجيل الثالث يكتسب مواصفات الأب. نعم. وميزات الأمهات كما أسلفت. نعم. لكن يا طويل العمر نسبة احتمال العكس واردة. نعم. أنا معك أنه احتمال العكس وارد، لكن بنسبة 1%، فإذا كان عندنا 4000 رأس معناها عندنا فقط 40 الخطأ. نعم. وهذه نسبة مقبولة جدا. نعم. أنا أرى أن زرعنا القمح وبعناه بريال أفضل من وقع الدماغ. نعم نعم. أنا أعتقد أنه فعلا لو زرعنا ليش وتعدى هذا بريال واحد نبيع. إيه بس بكذا أخطأ يا، نعم. يا عزيزي طال عمرك، الموضوع اللي إحنا دخلنا في مجال الريسك. نعم. وبذلك وأضررنا بصغار المزارعين طال عمرك. واعتقد وهذه تعتبر مخالفه قانونيه، وانت ما ترضى ان يكون في مخالفات قانونيه تبع مؤسستك او شركتك. لا. ولا ان نضرب بصغار المزارعين طال عمرك. احسنت احسنت، هذا كلام، هذا كلام سليم، هذا كلام سليم. عموما يا جماعه انا اقول انه من الان ورايح خلاص احنا اكتفينا بالامور هذه، اعتمدوا المشروع اللي قاله المهندس محمد. ها، وعلى فكره عينوا له مكتب يكون قريب من مكتبي على بركه الله. خير عن اذنكم يا اخواني. شكرا طال عمرك. شكرا. مرحبا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مبروك طال عمرك. الله يبارك فيك. على ايش يا مهندس محمد؟ استطعت طال عمرك اني انا اوصل سعر الراس من الصين واصل للمربع ب 40 دولار. رائع 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 رائع. على فكره كيف الخبير الاسترالي هذا معكم؟ ماشي طال عمرك، خليته انا في الموقع لاني حددت له الاجهزه اللي بنزرعها من قمح من اعلاف من غيره. ما هذه كانت محدده من الاول يا مهندس محمد. لا طال عمرك، انا عكستها، اللي زرعناه برسيم سابقا زرعناه قمح، واللي كنا زارعين القمح اللي بنزرع اعلاف تحسين خواص التربه طال عمرك. شيء رائع شيء رائع. وانت على فكره فريت، بسم الله ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك. والله يا مهندس محمد انا حبيتك، ويعلم الله كان بدي ان واحد من عيالي يطلع مثلك، بس تعرف العيال هذول هاليومين هذه ما في كلامهم الا والله منين جاي، والله من باريس، وين راح لسويسرا، هذا كل كلامهم. في الدراسه ولا واحد منهم فالع في الدراسه، بس تعرف ما عندهم الا في ذا السفر ولا في ذا السيارات، اللون موف ولا اللون حتى الالوان والله ما اعرف. الله يطرح فيهم الصلاح والبركه ان شاء الله. يطرح فيهم الخير والبركه ان شاء الله. المهم انا اتمنى انك تزورنا في الموقع طال عمرك. ان شاء الله، بس متى؟ والله لو يحصل اليوم انا اكون سابقك في الموقع بانتظارك. على بركه الله يا مهندس محمد. انتظرك ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حياك الله. زارتنا البركه طال عمرك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا فيك. حياك الله. اهلا وسهلا. هذا طال عمرك ديفيد من استراليا مسؤول عن التهجين. اهلا وسهلا فيك. الاستاذ هذا من نيبال, هذا مسؤول عن التغذيه في المشروع. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. تفضل معي طال عمرك. قهوه بالخير. اهلا وسهلا فيك. يا طويل العمر, انا حقيقه حرصت على انك تكون متواجد في عندنا في الحظائر اثناء الانشاء. انا حريص جدا بحيث ان الحظائر تكون بعيدة عن الشارع العام للمصلحة العامة. لا 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 لا, شيء طيب, شيء طيب جدا. هذه الحظائر العلف. ها؟ لا يا طويل العمر, هذه الحظائر تبع الأغنام, للأغنام طال عمرك. الأعلاف ما لها حظائر. الأغنام. أقول مهندس محمد, ما دام إحنا دخلنا في الأغنام والأغنام, جيبوا لنا تيوس الله يسلمك. ها, تيوس تنقوا التيوس الطيبة. شكرا. وش علاقة التيوس يا طويل العمر؟ المشروع ما له علاقة بالتيوس. لا, تيوس هذه الحقيقة أحيانا الواحد يجي هنا للمشروع يتلين يتونس والجماعة. فتيوس الحقيقة مع الشوي تطلع جميلة جدا وجيدة جدا, بدل الواحد يستخدم المشاريع خرفان المشروع فيستخدم التيوس. طال عمرك يعني تبي للاستخدام الشخصي. نعم نعم نعم. إيه نعم طال عمرك. لا, شيء طيب الحقيقة, شيء طيب. طيب ممكن تتفضل معي أوريك الأجهزة الرش المحورية. أحمد أيوه تعال. هذا بيان بالتحسينات حقت الحظيرة 5 والحظيرة رقم 6, وأي نفوق في الأغنام يستبعد, وعلى المحرقة على طول حرقه. زين, شد حيلك. يلا يا مهندس محمد. أيوه. صباح الخير طال عمرك. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك يا مهندس محمد. يمكن تتفضل معي طال عمرك. على وين ان شاء الله؟ على المشروع. عندنا حاله ولاده من الجيل الاول. ابشرك. بشر. ابشرك. بشر. ابشرك. بشر. الراس تقريبا طلع. وشكله شكل الراس. والله الراس افينس افينس, بس مي خالف. ما يضر. مي خالف. يلا يلا الحق الحق اخوي الحق. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا يا رب ان شاء الله تطلع لنا الرويس. يلا يا رب. ابشر ابشر. بس بس طلعت اليدين. اليدين وش اشبهها؟ نجديه. ما يضر. نجديه. يلا يا رب. يلا يا رب, تجيب العواقب سليمه يا رب. لا اله الا الله. يلا يا رب. يلا يا رب. مبروك. بس مبروك. ذكر ولا ما ادري ايش يسمونه؟ انثى. انثى طال عمرك. الحمد لله. انثى الحمد لله. بس الراس افينس والذنب تدودل. ها لك عليه. بس ان شاء الله في الجيل الجاي. ما يضر ما يضر ما يضر. اكمل اكمل. خذ راحتك خذ راحتك. وين مدير والموظفين؟ وين هذا؟ كلهم خروف. نعم كلهم خروف. كلهم خروف. مدير موظفين, هذا فين هذا؟ كلهم خروف. مدير والموظفين وين؟ حفلة أغسطوراني. حفلة أغسطوراني. حفلة حق الأسطوراني. والآن أعزائي الحضور, نرحب بالخبير الصيني الذي كان له الجهد الأكبر فيما وصلنا إليه, فليتفضل نحييه. شكرا. Thank you. Sukran. Sukran. حقيقةً منذ وصولي هذه الديارة وأنا أفكر في خدمة هذا المشروع, ولذلك لخدمة المصلحة العامة لهذه الديارة. Sukran. نخوشكمان. شكرا. ختاماً فليتفضل رئيس مجلس الإدارة بإلقاء كلمة بخصوص هذا الإنجاز.
أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الواقع أحب أن أهني نفسي وأهنئ كل العاملين في هذه الشركة العملاقة على هذا الإنجاز العملاق العبقري، وأخص بالشكر إلى الخبير الصيني مستر شانغ شونغ يونغ على جهوده الواضحة في هذا الإنجاز. هناك في الحقيقة مفاجأة، وهي عبارة عن مكافأة مني لكم بمناسبة هذا الإنجاز، وهي عبارة عن راتب لمدة شهر كامل. يا مهندس محمد، حقيقة مهندس محمد، أنا ما أدري إيش أقول، لكن إحنا فعلاً فعلاً إحنا آسفين وعذراً يعني. يا مهندس محمد، على فكرة ترى إحنا ما نسينا تعبك ولا نسينا جهدك، صدقني هذا الكلام اللي أقولك إياه حقيقة. ما في شك إنه كان لك أنت الجهد الكبير في هذا المشروع، لكن إحنا قلنا إنه صاحب الفضل في هذا المشروع هذا الخبير الصيني، هذه اسمها شونغ شونغ شونغ، هذا على أساس مسألة التسويق. يا مهندس محمد، الحين يا مهندس محمد، لو قلنا إنه صاحب الفضل في هذا المشروع مهندس سعودي، يتسوق المشروع حقنا؟ ما يتسوق يا رجال، ما يتسوق ولا حتى غنمة ولا تيس. فأقول إحنا يعني آسفين مرة أخرى، وما نسينا تعبك يا مهندس محمد، ومر علينا إن شاء الله بكرة في المكتب، وترى حنا ما نسيناك مرة أخرى، وتلقى لك شيك إن شاء الله 30,000 ريال تقضي منها أشغالك وتشوف احتياجاتك والأشياء هذه الطيبة.